تغيب خطورة هذه المحاولة. صراحة الأجواء جميلة وحماسية، أنقل ما أراه بعيني هنا ملعب طنجة. إذن ورقة صفراء لحداد إلياس، ورقة صفراء لحداد إلياس، ورقة صفراء لحداد إلياس. ربما كثرة الأوراق الصفراء ربما ستغير من نتيجة هذه المباراة. إذن مشاهدينا الكرام دائما ننتظر، نحن في حدود الدقيقة 67. إذن الحكم سيوقف المباراة لتصاعد الأدخنة هنا من والتي تحجب الرؤية. القانون هنا واضح، وبالتالي كما قلت بأن الأجواء كانت جميلة وحاسمة في المدرجات وحماسية عفوا. إذن على العموم دائما نتمنى نتابع الدقائق القادمة بشكل آخر وتكون فيها أقوى وتكون فيها الجرأة الهجومية، لأنه وعد الحل في مثل هذه الحالات. اتحاد طنجة تريد الانقضاض على الرتبة الثالثة، فريق الجيش الملكي يريد أن يكون ضمن طابور الأقوياء كما وعدنا وعودنا دائما. ففريق الجيش الملكي دائما يبحث عن لون البطل. إذا دائما نتابع ونترقب المباراة المتوقفة إلى حين أن تنقشع. أنا أدخل في انتظار أن نتابع المباراة بشكل آخر وحماسي. مشاهدينا الكرام نتابع أقوى لحظات هذه الجولة الثانية. دي سكور خلال تدخل بعد كرة الركنية حمودان أحمد. تابع هذه المحاولة، معاوية عبد الغني سدد، لكن التدخل كان جيدا للاعب فريق الجيش الملكي الذي انقذ مرماه اللاعب عزيم انس. اذا تستأنف المباراة، تستأنف المباراة بعد ان كان هناك توقف اضطراري وضربة خطأ الآن لصالح فريق اتحاد طنجة. التقط اللاعبون الأنفاس رغم أنهم لم يفردوا إيقاعهم وأسلوبهم بشكل واضح وأسلوبهم الهجومي. كرة عالية الآن والهدف، إصابة لصالح فريق اتحاد طنجة. التوقف كان فأل خير على فريق اتحاد طنجة، ومن سجل سكور، سكور يسجل، وهستيريا بملعب طنجة الكبير، هستيريا بملعب طنجة الكبير، هستيريا بملعب طنجة الكبير. النساء، الأطفال، الشباب، الكهول، ولم ألاحظ الشيوخ، ولكن يمكن أقول بأن هذا الهدف بعث فرحة في المدرجات، وكأنه بتلك التوقف بعد كان هناك الأدخنة تصاعدت، كان هذا التوقف لصالح فريق اتحاد طنجة من كرة تعمدة المرتدة. الآن المباراة ستتحول في ناجية فريق الجيش الملكي، الآن سيخرج كل أوراقه. اي 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 روماو في موقف لا يحسد عليه، في موقف لا يحسد عليه.
هزيمة رابعة بالنسبة لروماو، هي لا تخدم مصلحة هذا المدرب البرتغالي. تعود الآن في خط وسط الميدان محمدينا لأسامة الغريب. محمدينا لصالح فريق سبوفيتش أنيس. نتابع هذه المحاولة لفريق اتحاد طنجة، خطيرة. بدر الكشاني، والحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول؟ يقول لكشاني تعمدت السقوط. سنتابع زميلي سمير الرجداني، سنتابع. إذا الحكم اعتبر بأنه الكشاني تعمد السقوط، إذا التغيير خلال اللحظات سيقوم به المدرب بن شيخة. إذا نادي بيبولا كيرفي ما كان عبو بي عبد العلي، أعتقد بأنه بن شيخة أصاب بهذا التغيير لأنه عبو بي عبد العلي. زميلي رجداني كان ممكن أن يعاد مرة أخرى لهدف اللاعب سكور، والذي إذا خروج العبو بي عبد العلي ودخول أغبي. فرحة لا توصف بالنسبة لجماهير فريق اتحاد طنجة، فرحة لا توصف بالنسبة لفريق اتحاد طنجة. يوسف أنور سيغادر، سيكون تغييرين على دفعة واحدة. يوسف أنور من جانب الجيش الملكي، وخاب حمزة، خاب حمزة الآن. سنتابع المباراة، ما زالت لم تحسم، المباراة لم تحسم بعد، المباراة لم تحسم بعد، وما زال كل شيء ممكن خلال هذه المباراة. فريق الجيش الملكي سينتفض، فريق الجيش الملكي سينتفض. سنتابع ضربة خطأ من الخطورة بمكان، ترفع كرة عالية، ضربة راسية وإبعاد. أسامة الغريب، كرة أمامية في اتجاه شاكير حمودان، وتعود مرة أخرى لشاكير عبد الرحيم. الحكم حمودان الآن، حمودان يبحث عن التمغل، يراوغ، يراوغ، يبحث، أرفع كرة وفي اتجاه الحارس ياسين الحواصلي. حماس كبير للاعب حمودان بن عريف كريم من جانب فريق الجيش الملكي يستعد للدخول. سنتابع الآن كرة أمامية خط وسط الميدان للشيخي بالكعب بطريقة جيدة لسكور أيوب الخالقي. محاولة خطيرة، المحاولة على هدف يضيع. لقطة جميلة، لقطة جميلة، وهدف يضيع لفريق الجيش الملكي. من كان وراءه اللاعب المهدي النغمي؟ نتابع. تهيأت من اللاعب خرب حمزة والمهدي النغمي. اللاعب محمدين تابع الكرة بأعينه. إذا سيكون تغيير، خروج فتاح سعيد ودخول دخول اللاعب بن عريف كريم. إذا المباراة مسألة تحرك، قلت بأنه عندما يسجل الهدف ستتحرك هذه المباراة، وتحركت آلة الجيش الملكي. كرة الآن أمامية، عبد الفتاح بوغريس. خط وسط الميدان، حمزة حجي كيرفع الكرة بعيدة، ولكن كيتمكن منها اللاعب
السفياني مشعيب نتابع الآن خربة حمزة، ولكن خبا حمزة الضائعة. حمودان تحرك وسرعته أربكت تدخلات مدافع فريق الجيش الملكي في بعض الأحيان. ممتازة الآن هذه المحاولة، ولكن بعيدة كانت محاولة الإبعاد من عند فتح بوغريس. الآن المباراة بدأت تقترب من الدخول في الربع الساعة الأخيرة والعشر دقائق الأخيرة. ستكون نار بين الطرفين. استرجاع جيد لشاكير، استرجاع جيد لشاكير، وتذكروا بأنه سيكون هناك وقت بدل ضائع. كرة أمامية، خاب حمزة يهيئ الكرة، ولكن من هو اللاعب في الخط الأمامي الذي سيطلب الكرة؟ هذا هو السؤال العريض والطويل. من يطلب الكرة من جانب فريق الجيش الملكي؟ لأنه لحد الآن صاحب الجرأة وصاحب المبادرة يغيب في الخط الأمامي بالنسبة لفريق الجيش الملكي. عندنا أحد لاعبي فريق الاتحاد طنجة سقط الأرض، أعتقد بأنه سيكون وقت إذا تجاوز الأربع والخمس دقائق. عندنا أحد لاعبي فريق اتحاد طنجة فتح بوخريس أكيد من أنه يريد استنزاف كل دقيقة أو ثانية التي ستبدو غالية في آخر اللحظات. فريق الجيش الملكي استنفذ كل التغييرات، في حين بلجيكا ما زال يحتفظ بتغيير واحد بعد أن أجرى تغييرين. الأول كان مع بداية المباراة، دخول حمودان أحمد وكان فيه موفق كثيرا بنشيخة، والتغيير الآخر نادي بايك بوكلاي أغفا، نادي بيبولا كي أفي كان هو البديل الثاني الذي قام به المدرب بنشيخة. عفوا، فريق الجيش الملكي الآن سيستنفذ كل التغييرات. حسن الطاير سيكون آخر لاعب. سفيان المشعيب بعد أن كان قد دخل اللاعب آخر قبل اللاعب حسن الطاير كان خبا حمزة. إذا الكرة أمامية، ولكن فقط ليسير الحواصلي. إذا روماو يلقي بكل اوراقه. اذا خبا حمزه وحسن الطير وبن عريف كريم هما الثلاثي. والتي راهن عليهم روماو من اجل احداث تغيير في نتيجه المباراه. حمزه عجي